الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما نرى قد تفرق المسلمون إلى فرق وشعب وجماعات وأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن المسلمون ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. مع بداية القرن الثالث الهجري بدأت الحركات الصوفية في الظهور، وبدأ بعضهم مناجاة البعض للتوقف عن الصراع والرجوع إلى الله. وفي البداية كانت حركة فردية واحدة بس، وبعد كده بقت فرق وكل فرق لها أتباع. طبعا بيضم مصطلح الصوفية كتير من الطرق، منها القادرية والنقشبندية والشاذلية والرفاعية والأحمدية البدوية والدسوقية والعاروصية والخلوتية. وأشهر كل الطرق دي هي الطريقة الجيلانية، أو ما تعرف يعني مشهورة باسم القادرية، ودي أحد الطرق الصوفية السنية وتنتسب إلى عبد القادر الجيلاني، وينتشر أتباعها في الشام والعراق ومصر وشرق أفريقيا. أول حاجة الطريقة الرفاعية الصوفية، لهم راية سودة بتميزهم عن باقي الطوائف، ودي بتنتسب الى احمد بن علي الرفاعي. رقم 2 الطريقة الاحمدية البدوية، ودي بتنتسب الى احمد البدوي وله ضريح في طنطا. والطريقة الاحمدية البدوية ليها فروع كتير، منها البيومية والشاذلية واولاد نوح والشعبية. ثالث حاجة الطريقة الدسوقية، وبتنتسب الى ابراهيم الدسوقي اللي مدفون في دسوق في مصر، وده بيدعي اتباعه ان هو احد الاقطاب الاربعة الذين يرجع اليهم في التدبير الكوني والعياذ بالله. وعندك الطريقة الاكبرية نسبة للشيخ محيي الدين العربي، ملقب بالشيخ الاكبر عشان كده سموها الاكبرية. والطريقة دي لها حاجة كده بتقوم عليها اللي هي وحدة الوجود الكفرية. وعندك الطريقة الشاذلية، ودي نسبة للشيخ أبي الحسن الشاذلي، والطريقة دي بتنتشر في مصر واليمن والمغرب وخاصة في مدينة مراكش وغرب الجزائر وغرب أفريقيا. وفي الطريقة البكتاشية، ودي بتقول على التصوف الشيعي، الأقرب للتصوف الشيعي من التصوف اللي موجود عندنا في مصر. وعندك الطريقة المولوية، وعندك الطريقة النقشبندية، والطريقة دي بتنتسب للشيخ بهاء الدين محمد بن محمد النقشبندي. الطريقة السهروردية مؤسسها شهاب الدين السهروردي، والشيخ ده اتهم من علماء حلب بالكفر والزندقة. الطريقة اللي بعد كده الطريقة الكركرية، ايوه الكركرية، ودي بتنتسب للشيخ محمد فوزي الكركري المغربي. وعندك حديثا الطريقة العسوية، ودي اللي ظهرت في فجر التاريخ قريبا يعني. والطريقة العسوية منسوبة للطريقة الشاذلية. انا تعبت، وكل طريقة ليها طريقة في التعبد والتقرب الى الله. بعضهم بيرقص وبعضهم يغني وبعضهم يتمايل وبعضهم بينزل يشتمني في التعليقات تحت.